لو جاينا فايز جايب جايب لك زوز والله ما كلنا يعطي من طيب راسي وانتم كوفوا بعد لو ما انتم كوفوا ما اعطاكم اياه انا والله ما طلبته لكن ادري لو طلبته ما هو مقصر اجيك شاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا النوم هذا النوم تقرا عشان ما يجيك النوم لا برقد لا فيها ورانا ورانا خبايا اللي ننتظرها يا حب لي عشق انا لو طلع ابراهيم انا لو طلع ابراهيم بجيكم كل احد يا اخي سبحان الله يا سعد القحطاني دلادمي كيف يخلي الفقره حلوه الضحك روح خلص الفقره واحنا مبتسمين والله انا تخلص فقره ما ودي انا اخلص اي في دمتي ودي نعيد فقرتي حلوه خبايا ومره يجيك واحد وجه نكبه مره يجيك وجه السعد مره مره ما تدري انت حظك يا رب تجي 12 ساعه يا رب تكفى دقيقه 12 ساعه عليه وين بتروح روح بجي اطلبها اخذها اي صح انت في الرياض عادي باخذها منها خلاص يا ربع يا سيف يا انا لان من انت يبي لك 24 ساعه لا يبي لك 48 والله لو يعطوني 6 ساعات برب المصحف نروح صدر يمديني ما يمديك الساعه 5 في رحله طياره قصدك ايه 5 في رحله 5 6 7 8 9 10 11 في رجعه الساعه 11 من ابها في رجوع بس هذا حتى لو تاخرت الرحله يقدرون يقدرون لا تقصرون شوف احنا الثلاثه اللي هنيه كلهم يبي يروح انا بروح نبي بولت انا بروح ل تكفى يا بولت هلي وسيف يبي يروح يسلم امي هنا في الرياض امك جايه انت الاسبوع اللي راح صح ما جت خلاص جاء ابوك وجت لمار ها يا زين يا زين لمار نيابه عن الله يصلحها يبارك فيك امين ما شاء الله عليه اول متابعه فكت 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 مناحي مره ثانيه فكت مناحي مره ثانيه طلعت ترند تدري فكت مناحي مناحي تدري ايش سوى ايش سوى مناحي سجنها ولد ابو سلطان صغير سجنها في شبك وقام خش فوق الكرفان عيم قام يده ابو سلطان لو نزلت ضربتك قاعد هناك ليه صلاه العشاء من العصر يوم جاء العشاء قرب العشاء طلعت ترند مناحي مناحي وسالفته مع ابو سلطان ومع عبد الرحمن قام مناحي اصلا مناحي يوم سجن ولد يوم سجن ولد ابو سيف استنى في اسمع اي استنى في شبك حق الحشوان سكر عليه وراح راح يحلب البن يقول يوم قد اللي برجع الا شفت ابو سلطان طالع من الغرفه رايح للشبك يشبع فيني يشبع في الشبك يشبع في ولده يقول راح لولده اول ما راح لولده انا رقيت فوق الغرفه جالس فوق الغرفه ليل ليل من ناحية اللي جالس فوق الغرفة. جالس فوق الغرفة. لأنه لو نزل ضربه أبو سلطان. يقول لو نزلت بيضرب لي. صدق صدق. نزلت بيعقرني. قال أنا. خلاص. أبرد الحرة اللي هنا. لو إنه ليه يستني. وجيت لمار. وطلبته مرة ثانية. أرسلت له مقطع. يا حبيبي. فزعة. بسم الله عليه. ذاك اليوم في ناس حافظت على طول في ناس تبي تتذكر. إيه بتعرف بس. لكن أعطتني النظرة يوم قلت وهذاك عبد الواحد شو اسمه قلت. عبد الواحد يعني شيء يعني ايش تبي انت؟ شفت دخلت مناحي امس؟ مناحي على قل صح شفتها؟ رهيب انا اشوف انه لا جا 90 يوم لا جو يعطونا جوائز يعطونا الجمس جائزه فعلا الجمس صار للخير الجمس اقسم بالله انا عندي ريال اكثر من بالي الجمس صار مشهور اكثر من رعي لا صح عادي انا اللي في النقد مو بنت اوكي اليوم النقد او نسمع اليوم ما ادري على حسب لكن شوفوا انا قاعد اسولف معكم عشان اخذ علوم الله لا بيعكم على الهواء هد يا ايه تسكت فهد معيان تسكت اعطوهم ميوت اسمع لا تناقش فهد معيان قول اسكت شوي قدامك واحد تكلم ايه انا قاعد اتكلم لو سمحت اسكت بس المشكله الجمهور فهمت اذا التفت ولا شيء بس ما ادري يسولف انا ولا فهد معيان نفس الصوت الصورة اي بس ما مشاف ممكن ملتفت لو بتجيك يكامل شو ايه قلت شغل اسمع لا جت الصورة على علي الغامدي بقول كلمة غلط الناس يحسبونه من هو فهد معيان اسوي نفسي بريء واخليها دبسون اثنين ايه والله يا الجو بيجي مطر يا عيال يا الله ان شاء الله بس حار رجل ضبطني شاي ضبط ربي الشاي يا ولد الجلسة ذي كنا انا وياك تدري ما في احد في البث انا وياك شكرا الله قسم بالله
جيت هذيك احنا جالسين في استراحه طبعا تصدق هذه ريالتي هذه الطبيعه شوف هذه ايه هذه جلستي كذا في الاستراحه العيال وينهم رقود نلعب بلاي ستيشن لا ما اسمع صل على النبي بنروح بعد شوي نشغل الجيمس ننزل الصناعيه صناعه مزاحميه انا عندي شغل بعد المغرب اسمعني اسمعني خلنا نشد الشكامي نغير الزيت نشيك على زيت الدفرنس وعلى البريكات ونعود وعندي لك جدول في الليل نتسبح خلص نغير ملابسنا نطلع نجدول في التخصصي ولا على الرنج ولا على السوري لا على الرنج نروح نتقهوى ونصور سناب مر المكتب لا المكتب لا يمدينا مر يمدينا مر من المغرب للعشاء ايه ايه ولا مر ونشوف ونروح نروح نتقهوى في مكان عشان يجينا الناس يصورون معنا فيصل سيف جماهير عرفت شيلهم سوري مع الجمس تدري 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 قسم بالله هذا الجمس اللي في الواقع تدري يا فيصل قسم بالله اني اطلع لا 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 خذ من القهوه ايش تدري اني اطلع واتكشخ ذيك الكشخه اللي بسم الله ما شاء الله تقول كنا يوم بزواج وش اسوي اعزكم عليكم لازم اقطع خذ رجل انا في شنو اسوي اركب الجمس راح افر فيه بر فيه جميع انحاء الرياض داخل المحلات الفخمه يا ولد جنب جنبي رز رايزات وجنبي مدري ويش الناس ايه انا نزل قزازه سيكي شوف سيكاش يسمعون فيني يضحكون طبعا انت عارف ها يا شفت الجموس اللي في قطر ايه واجد يصورون يصورون شوي يوم ارجع البيت قسم بالله يا اثنين ثلاثه مرسلين اهلي واذا طلعت وتكشخت وركبت على موتري الجديد قسم بالله ما احد ينظر فيني شوف انا رحت قطر ربي المواتر القديمه ايام فشتا ألقى الجموس كان فيها والكويت يحبون الكويت الكويت جيت مرة قالوا فيه في شارع فلاني مكان فلاني فيها تجمع لا مهرجان مهرجان السيارات الكلاسيكية أنا عندي تشوف النادي حقنا تسمعني تشوف النادي حقنا تسوي مهرجانات في الكويت عندنا إلى الآن عندنا أعضاء كويتيين عندنا مدراء وعندنا اعضاء تدري من اللي يحب المواتر نبيل شعيب اشترى من واحد والله ما ادري ايش اسمه واحد عبيد من الشمري رجال اشترى من تعرف ثابت الدفك الله يعطيه العافيه من عند اخوه عتيبي لا حطاني عبيدي اخي انا ناسي اسمه هو اللي مجدده حتى انتشر مقطع منهم واقفين جنب بعض ايوه لا هذا الرجال الطويل هي هذا سفر بن علي الدفك والله ما ادري ما ابغى اختفي اسمه بعد شوف انا شايف انه بعدني بيدي شايف الصلاه لا مصورين عند الممهد هذه من قهوه من؟ من الغربي والله انها قهوه الغربي من بقهوه السلطان؟ لا ما شاء الله تبارك الرحمن قسم بالله انها تهبل في احجام من ذا الكيس ولا بس ذا الحجم؟ اتوقع الحجم هذا بس والله القهوه كايفه جدا مغسل افتحت يا ملك ازي ريحه ال ازي ريحه ال تدري شنو مشتاق؟ والله مشتهي انا مشتاق للزب ايه ريان ابو حذر ايش كان يسوي هناك؟ مرميه اوه هذه مرميه والله؟ ما ادري ايش هي هذه ايه ملابسك متى تخلص من المغسله؟ بعد شوي طيب ابيك تكشخ اليوم في ايش؟ ابيك تلبس تكشخ تكشخ طق سداشه ليه؟ معزومين تمام معزومين عرفت؟ ابيك تلبس ذاك اللبس معزومين عند من؟ معزومين عندنا تغطيه عند نوافذ عرفت؟ كان احنا في استراحه ايوه سوي شيء تم تم شو تبغى الشيطان؟ شو كنت تقول؟ متوقع ضيف ابو كاتم اليوم؟ ابو كاتم اليوم؟ ما ادري كذا توقعتك ريان والله اشتغل ريان عبد الواحد لا مستحيل عبد الواحد خلاص كنت طلع مع عمك ما يطلع يطلع عمك ما يطلع مع ابو كاتم
اللي يطلع مع ذا انا طبعا ذا فيصل الدوليين ممكن يطلع فيصل الدوليين معاه اي مع فيصل شنار شنار قد طلع لا قد طلع أدي توقع محمد مساعد مساعد قد طلع معاه ايه مع هذا انت انا شدنا بيستفزني واستفزه قسم بالله اني لا كل شيء له حدود ما ادري حد بيعلمه ما ادري كيف يجيب المعلومات دي حد بيكلم اخوك عاد اخوك يلا عليه قسم بالله اني بيعني شافي قسم بالله لا لا صير صير كلهم بيبيعوني بيعطونا الصور بيعطونهم اشياء بعد غريبه عجيبه بالبلد هم مستانسين يعني انه يلا انا اشوف اسمه اسمه صغير ايش مالخج ايش مالخج مالخج لا اسمه اسمه عبد الرحمن صح ولا ماجد لا دقيقه بيجي ياسر لا مالخج لا اسمه ايش هو مالخج لا اسم سند سند لو تقول له سند 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 ما يشبه فيه مالخج الحال اسمي من هو واحد ان ادري من نبي مسمي عليه رجال مشروك شروكتي أنت اسمي من؟ أنا اسمي السيف أبو حدي اسمي من أقصد؟ أهو اسمي ها؟ شافي شافي اسمي مين تحداك؟ من؟ اسمي من؟ الله الله هو اللي في دوحة شافي مواليد قطر شافي صدق؟ يا شافي هذاك شافي عندكم القحاطين ها عندنا القحاطين محمد محمد عند الهواجر حقين الكويت حقين قطر غير هذا ظهرنا مسمى على هواجر اكسر شاي زين تمام شوف الو كسواد والله ان ايش يقول والله ما نبي داري ايش العظيم كوب ذاك صغير هو تحس بحر ولا يتهيأل حوين حر ها الجو يهول آه هنيك يا مالك نادى ودا ندى 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 ليش مال من الحزان شرين ناقة أوف حلو وش يبغى لتك من كيف عليك وش تبغى كيف اخذ الله قسم بالله اني من زمان عندي الدله شغل يدي عطني كوب ذا عندك كل شيء عندك كوب يا ولد خذ لك كوب كان يقول بك يا رجل ادي لي يا رجال سكسان يبي يدري اني ما احبك فيه ما تحب ليش؟ الله ما كراني ايه لما قلت احنا جالسين قم جب ذا يا عبد الله عندنا العامل جب اني اوصيك ايش قومك توصي؟ احب الكفية انا ما احب الكفية ولا ولا وشو كيف انت سلام والله كيف سلام الطافي موجود والله كم واحد جاني يسالني عنها علومك وش معناها وش هي وش طيب انا اقول علومك والله تمام الحمد لله انت علومك شلونك انت ان شاء الله زين الله جاي يا عم هدي بصرك يا عمي ابي يوم جاي ذاك اليوم اعطيته الاغراض معاه وراح ايه تقدر تقول شيء يا عمان من جنيه اركض ابو محمد يا مسباحي
الا اقول لك قسم بالله.